جريمة سفاح الإسماعيلية من أكتر الجرائم اللي هزت الرأي العام في عام 2021. البداية كانت بتداول مقطع فيديو صادم تقشعر ليه الأبدان. ظهر في الفيديو شاب ماسك أسلحة بشارع التلاتيني بالإسماعيلية في عز الظهر وبينهال بالضرب على أحد الأشخاص وقام بفصل راسه عن جد في يوم 1 نوفمبر الماضي. وبعد ما أنهى المجرم جريمته البشعة تجول بين الناس في الشارع وفي إيده الراس المبتورة وحاول الأهالي يمسكوه فأصاب 2 من الأبرياء، وبعدها قدرت الشرطة تقبض عليه حتى صدر حكم من أيام لإحالة أوراقه لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بعد جريمة اهتزت ليها السماوات. أما عن اعترافات المجرم عبد الرحمن نظمي الشهير بعبد الرحمن دبور، فأكد أنه يعرف المجني عليه من 15 سنة وأن ما بينهم علاقة غير أخلاقية عمرها 6 سنين، وقال أنه دايماً كان بيروح له في الأعياد وفي الأيام العادية، وبرر المتهم جريمته بدافع أن المجني عليه هدده بفتحه لو ما استجابش رغبته واعتدى عليه جنسياً، واعترف أنه بيتعاطى المخدرات عامة وكان شارب مخدر وقت الجريمة. الغريب ان والدة الجاني انكرت امام النيابة العامة تعاطيه المخدرات وقالت نصا انا وديته مصحة للعلاج لمدة 2.5 شهر وخرج منها في حالة كويسة، وبعدها بفترة ابتدى يتغير ويكون غريب وادعت انه مجنون او عليه جن. وكانت المفاجأة في تقرير الطب الشرعي اللي كذب المجرم وكذب ادعاءاته واكد انه ما تعرضش لاي اعتداء جنسي، وكمان تقرير الطب النفسي كشف ان المتهم حصل على درجة 95 باختبار الذكاء واكد وجود ارتفاع في معاملات الجريمة والاندفاعية، يعني المجرم واعي ومدرك بشكل تام لجريمته ومفيش اي اعراض بتدل على وجود اضطراب عقلي او نفسي في الوقت الحالي او وقت الواقع. وبعد 4 أيام من الجريمة وتحقيقات مكثفة وسماع 12 شاهد وتحديداً في يوم 5 نوفمبر أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة المحكوم عليه للمحاكمة جنائية عاجلة لاتهامه بقتل عامل ونحر عنقه والشروع في قتل 2. وفي آخر جلسة أسدلت محكمة الجنايات الإسماعيلية الستار عن أبشع جرائم العام بإحالة أوراق المجرم لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه في انتظار الحكم النهائي يوم 5 يناير القادم على سفاح الإسماعيلية على شخص استباح دماء الأبرياء.